توحيد العبادة بهذا الشكل أشمل وأعم وأدق وأشد تأصيلا من مجرد الكلام اللي هو مسترسل زي ما شرح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. يعني كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد جميل جدا وحلو، بس المنهج العلمي في الكتاب، التأصيل العلمي اللي شامل للمعلومات، الشيخ محمد كتب الكتاب ده عشان علة في الجزيرة العربية. فما نقعدش بقى هذا الكتاب يبقى هو الأصل والمرجع في توحيد العباد اللي فيه كويس على العين والرأس وكل ده كلام في التوحيد، لكن احنا عايزين التأصيل اللي كان عليه علماء الأمة ممن اتبعوا نهج سلفنا الصالح، وهذا اللي بنسعى إليه. فما نقعدش بقى هذا الكتاب يبقى هو الأصل. عبارة خطرة جداً، يقول لك كتاب التوحيد كتاب يعالج مشاكل في ذلك الوقت، في وقت الشيخ محمد عبد الوهاب. والكلمة دي هي كلمة الإخوان المسلمين، وقال الرضواني، أنا سمعتها منه، وهذه أخطر كلمة سمعتها من هذا الرجل بما عنده من النفس الحدادي الواضح والتخبط في قضايا الجرح والتعديل، ليس له منهج واضح معروف في قضايا الجرح والتعديل، إنما يتخبط أيام تلقاه يتكلم ويهاجم في العلماء، يهاجم الشيخ الفوزان، يهاجم الشيخ ربيع، يهاجم اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء كلها بكاملها، قال هي تبع لاتحاد الإخوان المسلمين كلها بكاملها، اتحاد القرضاو، اتحاد الإخوان، اتحاد السفهاء كلهم، وضموا لهم كمان هيئة كبار العلماء لأنهم دخلوا في المنظومة دلوقتي. فأنا أقول وبميل الفم إن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هي فرع الآن تابع لجماعة الإخوان في الاتحاد علماء المسلمين، أو المسمى بعلماء المسلمين علماء الخوارج التكفيريين الموجود في قطر. يجي راجع تاني تلقى في مقاطع يثني على الشيخ ربيع وينشر له مواد، يجي بعد ذاك تاني في مواضع كويس يزكي محمد مصطفى بتاعنا ده ويدل عليه ويدافع عنه في مسألة من أخطر المسائل في قضية الصحابة، يدافع عنه. أنا والله ما كنت أظن بالصورة دي لحد ما سمعت دفاعه عنه في كلامه في الصحابة. الخطأ في الفهم اللي هو مسألة السلطة، مش عارف بس ايوه حضرتك الله يرحمك. خلينا نضرب لك مثلا، اي مثلا اتفضل. في مشكله الان مثلا في السودان بسيطه كده، يعني بعض الشباب بيحاول ان هو يوقع بالشيخ محمد مصطفى عبد القادر. ايه الخلاف اللي حصل بين الصحابه؟ هل الصحابه اختلفوا على السلطه ولا اختلفوا على الخلافه؟ في قضية الخلافة يعني. فالشيخ محمد عبد القادر من ضمن المذاق قال هم كان خلافهم على قضية الخلافة، والخلافة هي السلطة. فجم جماعة مسكوا على الشيخ محمد إن الصحابة بيدوروا على دنيا. ما هو أنت ساعة ما تتكلم على سلطة بتتكلم على إيه؟ على دنيا. والصحابة ما كانش ده شأنهم. طبعًا. أنت خبالك إزاي؟ الشيخ محمد بيقول لك والله أنا بوقر الصحابة وعارف القضية ومنهج أهل السنة والجماعة عنده واضح. بس هو الخلاف كله أو المشكلة كلها جاية في إيه؟ هل الخلافة هي السلطة؟ ويطعن في العلماء بأقل من هذا بكثير، عشان تعرف عبد الله مضطرب كيف في منهجه. الرجل مضطرب اضطرابا عظيما في منهجه في النقد وفي الجرح والتعديل. مسأل اللي يعتذر لحمد مصطفى فيها ويدافع عنه فيها مسألة خطيرة جدا، كون الصحابة تقاتلوا في الدنيا فيهم نوع هوى، والصحابة تقاتلوا من أجل السلطة، هذه مسألة خطيرة جدا، بل هي من صريح قول أهل البدع زي ما نقلنا في محاضرات اللي حضرتوها، هذا من صريح قول الرافضة وقول النواصب كويس، كما نقل ابن تيمية في منهاج السنة.
لاحظ يدافع عن محمد مصطفى في دي كويس، وفي نفس الوقت يطعن في الشيخ ربيع يقول ما يتكلم في الإخوان المسلمين. أنا جلست مع أكثر من 30 واحد شيخ، منهم الشيخ ربيع، الشيخ صالح السحيم. مجرد الكلام على الإخوان كأن احنا بنتكلم في جناية. المشايخ خايفين يتكلم ليه؟ الإخوان المسلمين يشكلون خطرا أكبر. بالله سبحان الله، والله سبحانك، هذا بهتان عظيم يا أخي. الليلة الذي يتكلم في أهل البدع كالأخوان المسلمين بالذات بيوصفوه بيقولوا شنو؟ بيقولوا مدخلي. مش الشيخ ربيع ذاته، خليك من الشيخ ربيع، اللي بيتكلم في الإخوان المسلمين اليوم يسمى مدخليا. كيف يكون الشيخ ربيع ما يتكلم في الإخوان المسلمين؟ ومن الذي فضح سيد قطب واستخرج أخطاءه من كتبه بالمنقاش؟ نكتب المنقاش كله، نخلها نخلا. وردود الشيخ ربيع على سيد قطب سيد الإخوان المسلمين أثارت ضجة في الدنيا كلها، حتى قام من ينتسب إلى العلم بالدفاع عن سيد وغمز الشيخ ربيع والطعن فيه بسبب ردودي على الإخوان المسلمين. يجي الآن الرضواني بكل بساطة، ببساطة كده، ها يقول لك ما يتكلموا في الإخوان المسلمين. بالله أنت شان جبت لك حبة محاضرات تكلمت فيها في الإخوان المسلمين، وكلام مو كلام علمي ذاته، كلام الرضواني في الإخوان المسلمين ما كلام علمي، هذا سرق كذا وده يجيبوا لك بالوثائق فعل كذا. يا أخي أخطر ما عند الإخوان المسلمين، أخطر ما عندهم إخوان مصر والسودان رعاية الشرك في أي مكان. أخطر ما عند الإخوان المسلمين هم صوفية، وزعيم حسن البنا حصافي صوفي. يجي الرضواني ببساطة يقول لك الكتاب بتاع محمد بن عبد الوهاب، قال كتاب عالج قضايا في العصر ذاك، أو كلمة نحو ده، عالج قضايا في العصر القديم، والآن قال الكتاب ده يحتاج إلى نظر أو كده، كلمة نحوه. دي دعوة تقدر تجيبها رضواني؟ نظر في كتاب التوحيد وما يعالج؟ أكبر مشكلة في مصر شنو الآن؟ مع ما فيها من الإخوان المسلمين، أكبر مشكلة في مصر التصوف. قول لك قبل البدوي جنبك بحجوا فيه كم؟ والدسوقي. ونحن التصوف اللي عندنا ده واللي غالينا، والتصوف اللي الآن مؤجج علينا البلد دي نيران، التصوف ده جانا من وين كله؟ أغلبه من مصر. أغلب التصوف الموجود في السودان من مصر. كتاب الطبقات الكبرى للشعراني ده كتب وين؟ ده مصري. الكتب بتاعتنا دي السيئة القاعدة عندنا، كتاب زهير الرياض مطبوع وين؟ القاهرة في مصر. الكتب دي بتفيد إلينا من مصر، والتصوف بأصناف وأنواع جايين من مصر كويس. دعاة كل مرة يجيب لك داعية مصري من البرهانية دي بالذات كمان. أها بعد الرضواني كتاب التوحيد ما بيعالج؟ والله كان كتاب التوحيد أقول لك ما بيعالج، لو قلت كتاب التوحيد ما بيعالج أنت مشكلتك ما بتتعالج كله كله، ولو دار تعالجها بغيري التوحيد ما بتتعالج، لأنه ده العلاج اللي جاد به كل الرسل. أي رسول جاب العلاج ده مع اختلاف مشكلاتهم، مع اختلاف مشكلاتهم، لكن أصلها كله شنو؟ أصل المشكلات الشرك بالله عز وجل، وأصل مشكلة مصر الشرك. دار تعالجه بشنو انت يا رضواني؟ لشان كده هو أول حاجة ذول متخبط، وفي النهاية ذول يرفع من مقامه هو على حساب مقام العلماء. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.